معنا من المدينة المنورة مراسل المملكة عبيدة ضمور. أهلا بك عبيدة، يعني كيف تبدو أوضاع الحجاج الأردنيين مع بدء تفويج الدفعة الأولى منهم؟ نعم، مع بدء تفويج هذه الدفعة تبدو أوضاع الحجاج من الأردن هي بصورة عامة هي أوضاع جيدة حتى هذه اللحظة، ولم يتم تسجيل أي ملاحظات بخصوص عمليات التفويج التي وصلت حتى هذه اللحظة إلى 1200 حاج من العدد المقرر تفويجه اليوم، على أساس أن يكون 2000 أو يزيد عن 2000 حاج على مدار هذا اليوم. عملية التفويج هي مستمرة أولا بأول من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. كل هذه الإجراءات تأتي تباعا بالنسبة لوزارة الأوقاف الجهة المشرفة على الحج وعمليات التفويج. هنالك شكل منظم لهذه العمليات من ناحية استيعاب المكان لأعداد الحجاج وتفويجهم إلى مكة المكرمة، وبهذا الشكل يكون الحاج القادم من الأردن والآتي بشكل متمتع دخل في أول مراحل الحج لغاية وصوله إلى مكة المكرمة. جميع الأمور التي يتم رصدها هي حتى الآن أمور طبيعية وإجراءات طبيعية، لم تسجل أي ملاحظات باستثناء موضوع عدد من الحالات المرضية التي تم التعامل معها، وقد أجريت قبل ساعة من الآن عملية جراحية لسيدة تعرضت إلى كسر في منطقة الحوض. هذا الحادثة أو الحالة المرضية أجبرت الأطباء على إدخال الصفائح لها ضمن هذه العملية، وينتظر الرأي الطبي في ما إذا ستكمل هذه الحاجة عملية الحج أو ستعود إلى عمان. لغاية هذه اللحظة الجوانب التي يتم رصدها هي إجراءات بسيطة من ناحية الأعطال. إذا ما تحدثنا عن موضوع الحافلات، هنالك عملية تعطل لبعض الحافلات التي تغلبت عليها وزارة الأوقاف لتبديل هذه الحافلات بشكل عام، وأخذ نوع من التتبع الإلكتروني لهذه الحافلات حتى لا تقع أي أمور تعطل على الحاج مسألة الانتقال سواء من المدينة إلى مكة المكرمة أو القادمين عبر المعبر الحدودي. كل هذه الأمور تجري ونرصدها أولا بأول. عملية التفويج مستمرة وتكون الأعداد المتواجدة في مكة المكرمة يوم السبت المقبل ستزيد عن أو قرابة 14,000 حاج هم الذين سيصلون ويشاركون في موسم الحج للعام الحالي. ما رصدناه أيضا هنالك جملة من الأمور التي طلعنا عليها من قبل الحجاج وهي التي تتطلب متابعة الجهات الطبية وهو ما تقوم به الجهات المشرفة، فهنالك توزيع للأطباء على مواقع الحجاج والبعثاء الأردنية التي يشكل عدد الحجاج فيها 12 موقعا يتواجد فيه الحجاج القادمين برا من الأردن في المدينة المنورة. نعم، من المدينة المنورة مراسل المملكة عبيدة ضمور كنت معنا، شكرا جزيلا لك.